ما هو السبب العلمي وراء المثلية الجنسية؟ في 2011 غنت المغنية الشهيرة ليدي غاغا أغنيتها Born This Way، هكذا ولدت، وبسرعة أصبحت هذه الأغنية أنشودة تتكرر في مسيرات المثليين جنسيا. وبالفعل على مدار العقدين من الزمن تمكن الباحثون من اكتشاف أدلة عديدة على أن المثلية الجنسية ليست اختيارا ولكنها مزروعة بعمق في بيولوجيا الفرد، ويتم تحديدها بواسطة الجينات. ولكن لا تزال مواقع ما يسمى بالجينات المثلية بحد ذاتها أمرا محيرا. قد تساعدنا دراسة جديدة على فهم هذا الأمر، حيث أن هذه الدراسة تمت على توأم من الذكور، ومن المقرر عرضها في الاجتماع السنوي للمجتمع الأمريكي للجينات الأمريكية The American Society of Human Genetics في بالتيمور بماريلاند. لقد وجدت هذه الدراسة أن بعض التغييرات المتعلقة بعلم الوراثة اللاجيني قد تتسبب في تغيرات كيميائية على الجينوم البشري، وبالتالي تقوم بتغيير نشاط الجين بدون تغيير التتابعات الكيميائية الخاصة به، وقد يتسبب ذلك في تغيير السلوك الجنسي. كان الباحثون يظنون أنهم قد اقتربوا بشدة من جينات المثلية في سنة 1993، حين قام فريق يقوده دين هامر بنشر مقالة علمية عن وجود جين أو أكثر للمثلية الجنسية على الكروموزوم X، وبالتحديد ذراعه الطويل في الموقع 28. أصبح هذا الاكتشاف العنوان الرئيسي في العديد من الصحف العالمية، لكن بعض المجموعات العلمية عجزت عن الحصول على نفس نتائج تلك الدراسة، كما لم يتم إيجاد الجينات الحقيقية التي نشرت في الدراسة، ولا حتى في فريق علمي آخر حاول البحث عنه في مجموعة من البشر يزيد عدد أفرادها عن 10 أضعاف مجموعة دين هامر. كما أشارت دراسات للتوأم إلى أنه من غير المحتمل أن تكون التتابعات الجينية هي السبب الأساسي، حيث أنه في التوأم متماثل من الذكور يحتوي على نفس الجينوم. إذا كان أحد التوائم مثليا، فإن احتمال كون الآخر مثليا يتراوح بين 20 حتى 50%. لذلك ظهر اقتراح أن التغيرات في علم الوراثة اللاجيني هي السبب في المثلية الجنسية، سواء كان ذلك يجعلها السبب الوحيد في المثلية أو سببا إضافيا فيها. فخلال تطور الإنسان تتعرض كروموزوماته لتغيرات كيميائية لا تقوم بالتأثير على تتابع نيوكليوتيداته، ولكنها تقوم بتشغيل ووقف الجينات. أفضل مثال على ذلك هو عملية ميثيلاسيون، أو إضافة مجموعة ميثيل سي أش تروا إلى مناطق جينية محددة. هذه العلامات الفوقية موضوعة فوق الأديان تظل طوال العمر ولا يتم نزعها إلا حين تقوم البويضات أو الحيوانات المنوية بالتكون لكي تبدأ الجينات من البداية في تلك الأمشاج بدون إضافات وبدون علامات. ومع ذلك أوضحت بعض الدراسات الحديثة أن بعض تلك العلامات تستمر وتبقى لتورث في الجيل المقبل. في ورقة بحثية سنة 2012 اقترح ويليام رايس أن هذه العلامات الفوقية المورثة قد تكون السبب في المثلية الجنسية حين تمر من الأب إلى الابن أو من الأم إلى الابن، حيث جادل العلماء أن العلامات الموروثة قد تقوم بالتأثير على حساسية الجنين لهرمون التستوستيرون، مما قد يقوم بتذكير أدمغة الإناث جعلها أكثر ذكورية، أو تأنيث أدمغة الذكور وجعلها أكثر أنوثة، مما يؤدي إلى الانجذاب لنفس الجنس. أوحت أفكار كتلك أن يقوم تاكينجون بدراسة أنمطة مجموعات الميثيل في 140 ألف منطقة في الأديان ينتمي إلى 37 زوج من التوائم الذكورية المتطابقة، حيث كان أحدهما مثليا والآخر غيريا، وينتمي إلى 10 أزواج أخرى من التوائم الذكورية المتطابقة الذين كانوا جميعهم مثليين. بعد تكرار التحاليل عدة مرات وبمساعدة خوارزمية حاسوبية مستحدثة، تعرف فريق الباحثين على 5 مناطق في الجينوم ترتبط إضافة مجموعات ميثيل إليهم ارتباطا وثيقا بالمثلية الجنسية. أحد تلك الجينات كان مهما للتوصيل العصبي، بينما كان آخر مسؤولا عن الوظائف المناعية. لاختبار أهمية تلك المناطق الخمس، قام العلماء بفصل التوائم المتطابقة والتي كان أحد الفردين في كل منها مثلي الجنس إلى مجموعتين،
ثم قاموا بتفقد العلاقة بين العلامات الفوق جينية وبين السلوك الجنسي في مجموعة واحدة، ثم اختبار طريقة تنبؤ تلك النتائج للتوجه الجنسي على المجموعة الثانية. تمكن العلماء من الوصول إلى معدل دقة 70%، ولكن لا يزال العلماء يصرون أن تلك التنبؤات تنطبق فقط على عينة التوائم الذين تعرضوا للاختبار وليس على باقي أفراد المجتمع. من غير الواضح سبب وجود أنماط مجموعات ميثيل مختلفة في التوائم المتطابقة، وإذا كانت افتراضية رايس صحيحة فإن العلامات فوق الجينية من الأم تم مسحها في أحد الصبيين ولكن ليس الآخر، أو ربما لم يرث أي منهما تلك العلامات ولكن قام أحدهما باكتسابها في رحم والدته. وفي دراسة سابقة قام نجون وزملائه بذكر أدلة على أن إضافة مجموعات ميثيل قد يتأثر بتغيرات بسيطة في البيئة مثل التي يتعرض لها الجنين أثناء نمو وتكون أعضائه، مثل الموقع المحدد للرحم ومثل الكمية المحددة من الدم التي يتلقاها من الأم. يقول عالم النفس جاي مايكل بايلي من جامعة شرق غرب الولاية في إيفانستون بإليونويز: هذه التأثيرات البسيطة هي مربط الفرس، والتوائم المتطابقة التي يكون أحد فرضيها مثليا هي أفضل طريقة لدراسة ذلك. ويصر هو ورايس على أن هذه الدراسة تحتاج لأن يتم تكرارها على عينة أكبر من الناس لكي تصبح نتائجها أشد وضوحا وأشد تأكيدا، كما ستصبح الدراسة أكثر إقناعا إذا تم ربط تلك المناطق التي تظهر علامات فوق جينية بتغيرات واسعة تعتمد على حساسيتها للتستوستيرون في الرحم. ويصر العلماء على أن هذه النتائج لا يجب أن يتم استخدامها في اختبارات لتحديد المثلية الجنسية من عدمها، أو في البحث عما يسمى تضليلا بالعلاج لتلك الحالة. لكن العلماء ليسوا قلقين من ذلك، حيث أنه من المعروف أننا لن نمتلك القدرة على التلاعب في التوجه الجنسي في أي مرحلة من المستقبل القريب. وفقا لدراسة أجريت سنة 2008، هناك أدلة كثيرة تدعم تأثر التوجه الجنسي بالعوامل الجينية، لكن المثلية تضعف النجاح التناسلي، ولذلك وجودها في التجمعات بنسب عالية نسبيا يشكل لغزا. إلا أن نتائج هذه الدراسة أوضحت أن الجينات التي تعرض الشخص للمثلية الجنسية هي في الحقيقة مفيدة للمغايرين، وهذه الفائدة تعزز نجاحهم في التزاوج. تبعا لدراسة أخرى أجريت سنة 2009، الإناث ذوات الأقارب المثليين من ناحية الأم تكون خصوبتهن عالية جدا، مما يزيد من نجاحهن التناسلي، وهكذا من المحتمل أن يرث الجينات المثلية بعض الأفراد في الأجيال اللاحقة. هناك بحث يعترض على فكرة أن السلوك المثلي في الحيوانات يضعف نجاحهم التناسلي، وهناك العديد من النظريات التي تقول بأنه سلوك تكيفي، وهذه النظريات تختلف من نوع لآخر. في دراسات استقصائية اتضح أن التوأمان المتماثلان يتشابهان من حيث التوجه الجنسي أكثر من التوأمان المتغيران، بحيث إن كان أحد التوأمين مثليا فاحتمال أن يكون التوأم الآخر مثليا أيضا هو 32% إن كانا متماثلين، وفي حالة التوأمين المتغيرين الاحتمال هو 13%. هذه الدراسات تبين وجود تأثير جيني على التوجه الجنسي، ولكن ليس لدرجة تبرر النظر إليه كظاهرة جينية بحتة. وفقا لبعض الأبحاث، الميول المثلية تتأثر بالبيئة الهرمونية التي ينمو بها الجنين، فالعوامل الهرمونية تؤثر على بنية الدماغ وغيرها من السمات. نشاط هرمون التستوستيرون هو ما يجعل دماغ الجنين ينمو ليصبح دماغا ذكريا، وقلة تأثير هذا الهرمون هو ما يجعله ينمو ليصبح أنثويا. طبقا لبحث أجري سنة 2010، هذه هي الطريقة التي تحدد بها الهوية الجنسية وكذلك التوجه الجنسي، إذ تتم برمجتها في بنية دماغ الجنين وهو ما زال في الرحم. بالإضافة لذلك، أظهرت أبحاث الدماغ وجود اختلافات بين المثليين والمغايرين من حيث حجم بعض نواة الدماغ. أطوال العظام هي من السمات الأخرى التي تتأثر بهرمونات الجنس، والتي يعتقد أنها متعلقة بالمثلية، إذ تكون عظام الأذرع، الأيدي والأرجل أقصر لدى الرجال المثليين.
لكن ليس من الواضح إن كانت هذه السمات مسببة للمثلية أو تعبيرا عنها.